بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. أنا بسمي حلقات يوم الاثنين دي حلقات الاحتياطي الإنساني في حياتنا. الحلقات اللي احنا أطلقنا عليها يلا نبني. ده الاحتياطي اللي يكون لمستقبل ده المدخرات اللي احنا بندخرها. ده الاستثمار اللي احنا بنستثمره في أولادنا. وأقول لكم حاجة الحلقات دي صحيح بنتكلم فيها عن قضايا خاصة أولادنا وإزاي نبني الإنسان فينا بس هقول لكم معادلة مهمة جدا أنا بحبها في التربية إن التربية تربية تبادلية ما بتكونش التربية فقط من إن أنا أربي أولادي لكن أنا كمان بتربى معاهم عارفين ليه؟ لأن التربية عندنا لما نزعناها من مفهوم التزكية ما بقتش تربية التربية في الأساس هي دخلت ضمن مفهوم ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. احنا بنزكي انفسنا عشان نفلح مش نفلح في مجال العمل بس ولا نفلح في العلاقه ما بين الاب والام لا نفلح في حياتنا كلها وعشان كده ما ينفعش ان نخلي التربيه في وادي والتزكيه في وادي. التربيه جزء من علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. وعشان كده النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا مش هتحصل غير لما يكون الأب والأم والأولاد كلهم حاسين أن بيجمعهم حاجة واحدة اللي هي الأسرة لأ أنهم عبيد لله أولادنا وبناتنا كتير بيقولوا أن أهلنا مش فاهمين وأهالي كتير بيشتكوا ان اولادهم مش بيعتبروا كلامهم ولا بيهتموا بكلامهم ولا بيسمعوا كلامهم وساعات كتيرة بيشتكوا ان هم بيعندوهم ويتمردوا عليهم ومش بقدر ان انا اقول لهم حاجه لان هم مصرين على ان هم مش قادرين يتفاهموا وده صح ان في تفاهم مفقود ما بين الاباء والامهات من جهه والاولاد من جهه تانية اوقات طريقتنا في الحوار مع اولادنا مش بتساعدهم على ان هم يخرجوا اجمل ما فيهم لما بننتقد كلامهم لما ما بنهتمش بكلامهم لما بنهمشهم بنسكتهم وبنخرسهم ساعات ونقول لهم مش عايزين نسمع صوتكم لما نبكتهم ويوصل التبكيت ده لاغلظ الكلام ويمكن نسخر كمان من كلامهم وكمان لما نحاول كمان نقارنهم بغيرهم كل ده ما بيكونش هو ده الطريق اللي رسمه لنا حضره النبي لما قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا وبندخلها في الحديث ده ونقف عند ما ليس منا من لم يوقر كبيرنا وننسى كمان ويرحم صغيرنا. أنا ما أظنش إن دي طريقة فيها رحمة. ولحد ما تتكون عند أولادنا في بعض الأحيين إيه اللي حاصل؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما كان الرفق في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شانه ويتكون عند أولادنا بطريقة الحوار اللي إحنا بنعملها ده حواجز نفسية للكلام معانا. ليه بقى؟ عشان خوفهم من اننا نحكم عليهم واننا ما نقدرهمش وما نفهمهمش وخوفهم من قله الاهتمام وخوفهم من التسلط اللي احنا بنمارسه عليهم وخوفهم من الرفض بالمناسبه عشان بس تفهموا الجيل اللي احنا بنعيش معاه واولادنا مش ممكن ابدا ابدا يفهموا حاجه اسمها التسلط لكن يفهموا حاجه مهمه جدا جدا اسمها ايه؟ اسمها المشاركه اسمها التفاعل. ولذلك اللي بنتكلم عنه النهاردة في التفاهم بيننا وبين أولادنا لازم نعرف حاجة أساسية أن أكتر حاجة بتبني التواصل والثقة بيننا وبين أولادنا هو التفاهم ولذلك تفاهمنا مع أولادنا مش هيكون بس أن احنا نتحول دائما إلى مصدرين المعرفة ليهم وعشان كده كل الأباء اللي فضلوا مستشارين لأولادهم بعد ما كبروا هما اللي زرعوا وأولادهم لسه صغيرين زرعوا بذور التفاهم واعتنوا بأولادهم. يعني إيه اللي حصل؟ اللي زرعوا بذور التفاهم هم اللي فضلوا مستشارين لأولادهم لما كبروا بقوا شباب، مش بس بقوا شباب بقوا آباء وأمهات. هم اللي كانوا زرعوا في أولادهم وهم صغيرين التفاهم. في أشياء كتيرة بتمنعنا من الوصول للتفاهم مع أولادنا. أول حاجة خوفنا الزايد بيخلينا شديد الحذر فنبقى متسرعين في الأحكام على الأمور ومش عايزين نناقش وإنهم لازم ينفذوا كلامنا وإحنا ظنين إن دي حاجة الوحيدة اللي هتحافظ على أولادنا نسرع في الأحكام لإن دوت هيحرق مسافة ويخلينا بسرعة نواجه المخاطر عشان أولادنا ما يتعرضوش لخطر فنسرع في الأحكام عليهم وكمان إحساسنا بالتعب في بعض الأحيان احنا تعبانين ومنهكين فمش قادرين نطول بالنا انا مش فضيلك انا مش ناقص مناهدة مع ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان للصحابة لما يتكلم معاه كان ايه اللي يحصل يسيبوا لذلك لدرجة ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان من كتر التعب ممكن يغلق تغلبه يغلبه يغلبوا النعاس فيوقف في الصحابة الصحابي عشان يكون رفيقا برسول الله يقول دعه حتى ينتهي من كلامه اختلاف نمطنا كمان نمط شخصياتنا مع اولادنا اللي احنا ساعات بنف... بنسميه غلط ان ده اختلاف اجيال لا ده اختلاف في انماط الشخصيات فعلشان كده مش فاهمينهم مش قادرين نتواصل معاهم تواصل جيد ولذلك لكن تفضل اكتر حاجه تطمن الاباء وتريح بالهم وتطمنهم كمان على اولادهم وتخليهم يحسوا بالود والدعم والسند هو حسن التفاهم هتفضل الحكايه دي هي اللي بتخلي الاولاد يحسوا بالامان وعلى فكره اسهل طريقه يتعلم اولادنا من خلالها هي الاخلاق والاقبال على الله وهي دي طريقه التفاهم معاهم بدايه من اهتمامك بنظرتك ليهم وملامحك وسماعك وردودك عليهم وكل الحاجات دي بيكون من خلالها اولادنا شايفين إنسان حقيقي مش إنسان بيكذب، إنسان وهو بيتكلم معاهم حاسس باهتمامه، باهتمام بيهم، حاسس إن هو بيتعامل مع بني آدم. كل ما اتعاملت مع أبنائك على إنهم بني آدمين كل ما حسوا إن أنت فعلاً إنسان يمكن أن تكون مصدر للمعرفة ومصدر للحكمة. هقول لك حاجة، أنت ليه ما بتطبقش مع أولادك الناس كأسنان المشط؟ ليه مش بتتعامل مع اولادك مع بفكره السواسيه ان هم زيك عبيد لله وان هم كمان من حقهم ان هم اذا كانوا مش فاهمين حاجه او مش شايفين الحاجه منطقيه ان هم يعترضوا عليها ليه شايف ان ده مش من حقهم ان ربنا ادالهم الحق ده لما خلاهم اصحاب عقول ليه مش شايف ان اولادك ان هم بيتولدوا انقى مننا وبيستمنوا انقى مننا لغايه ما من نعلمهم الخبث والمهك ليه مش متصور أنه ممكن يجيله فكره منوره من عند الله؟ وعشان كده كتير من العناد ومساوئ الاخلاق والافكار غير الرشيده بتروح من عند اولادنا لما يبقى في لغه تفاهم حقيقي بينا على قدم المساواه، الاب اللي بيتعامل مع اولاده ان انت من حقك يا ابني تتكلم زي ما انا من حق اتكلم. الابن ده بيحس بشكل كبير جدا جدا ان هو منتمي الى هذا البني ادم لان هو شايف ان ده بني ادم يستحق ان انا اتكلم معاه. التفاهم من اكثر العوامل المؤثره في بناء شخصيه اولادنا وقدرتهم على التفاهم والتواصل بتتبني من من تفاهمنا وتواصلنا معاهم، هو ده اللي بيساعدهم على انهم يثقوا بنفسهم ويعبروا عن نفسهم، انا عارف ان انا كل ما بتكلم كل واحد فينا بيشاور على قد ايه هو تعامل بمخالفه او بموافقه للكلام اللي انا بقوله مع اولاده. وازاي الثمره كانت بعد كده بقت مشكله. على فكره لما ما بيتفاهموش بيتحولوا الى متصارعين. وانا عايز أقولك مين اللي قالك لك ان عدم تفاهمك مع ابنك او مخالفتك ليه ليه يحولكم انتوا الاتنين الى متصارعين؟ وبالتالي الى م... الى م... الى ان هو يحس بالخزلان فينسحب من عندك وما عنده لا ولا محاوله ولا تجربه عشان يوصل للحلول والمشكلات لازم يبقى عندهم شجاعه ومرونه وعندنا ما يوصلهم الى هذه الشجاعه والمرونه ويخليهم يحبوا الحياه كل ما كان في تواصل وود بيننا وبين اولادنا على فكره انا استطيع ان انا افهم من قوله تعالى وجعل بينكم موده ورحمه وان الاولاد بيننا ممكن الأولاد دي الكؤوس اللي ربنا بيحط فيها المودة والرحمة كل ما نتفاهم وكل ما كان أولادنا عندهم مودة ورحمة كل ما كان الكلام ده واضح واضح ده في سلوك حضرة النبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتعامل مع سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وإزاي كان بيقبلهم ما بين عينيهم وستنا فاطمة اللي اتسمت أم أبيها من كثرة علاقتها الودودة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والطفله اللي تمشي مع حضره النبي صلى الله عليه وسلم في طرقات المدينه وتاخد بايده وتلف في طرقات المدينه لغايه ما تسيبها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعهاش من ده احنا محتاجين نبعد عن بعض الحاجات اللي في الحقيقه بتدمر, بتدمر تفاهمنا مع اولادنا اول شيء عدم تدفيه الاحلام والافكار بتاعتهم ما ينفعش ان انت بتتعامل مع ابنك زي طول الوقت تشوفه تافه ثم بعد ذلك انت عايز تحطه, تحطه في مكان الرجاله ولا ان انت تعتبري بنتك دي انسانه ميعه وميصه وبعد كده تيجي تطلب انا اسف يعني اذا كانت التعبيرات دي بتتقال ازاي تطلبي منها ان هي تتحمل مسؤوليه بيت لكن شوف حضره النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه لمشاعر طفل صغير لما عصفور بتاعه يموت فيجي رسول الله يطمن عليه فيقول له يا ابا عمير ما فعل النغير النغير اللي هو العصفور فرسول الله بيطمن عليه وبيواسيه في موت عصفور كمان لازم ببساطه يجب ان نحاول ان احنا نفهمهم ونترك الاحكام عليهم مش معقوله طول الوقت قاعدين نحكم على اولادنا نحكم على اولادنا لان احنا خايفين ان هم يصدر منهم حاجه غلط فبنحكم عليهم فيحسوا دايما ان هم في حاله اتهام ثالث حاجه لازم نتوقف عن مقارنتهم بينا على فكره احنا مش داخلين في في, في ان هم اذا كانوا مطابقين لينا فيبقوا مطابقين للمواصفات واذا كانوا مخالفين لينا يبقى مش زينا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن كان غير سيدنا الحسين غير سيدنا غير ستنا السيدة فاطمة وصحابة رسول الله كلهم كانوا مختلفين ده ما يقلقناش وكل واحد فيهم كان واخد جانب من جوانب أنوار ورشف من كأس محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعش ان احنا نعمل كده فبلاش نقارنهم انا وانت وما نخليش بيننا هذه المقارنة اللي تتحول بعد كده الى ان هو لو خالفني يبقى فيه صراع اوعى كمان رابع حاجة ومهمة أو ده اوعى تخلي الخلاف اللي ما بينك وبين أولادك ده خلاف على القيم ده مش صراع قيمي أبدا ده مش انتوا مش مختلفين على القيم انتوا مختلفين في طريقة تعاملكم مع الأشياء وطريقة تعاملكم مع الحياة لما تيجي تعامل ابنك على ان هو مخالف ليك لانه مخالف لقيمك هتبقى مشكلة طب عشان نوصل بقى للتفاهم جينا المرمط الفرس بقى محتاجين ايه محتاجين شوية حاجات، أول حاجة محتاجين نفهم أولادنا ونفهمهم زي ما هم محتاجين، زي ما هم بيتكلموا، نفهمهم فهم يطمنهم ونختار وقت مناسب نكون مركزين فيه واحنا بنظهر اهتمامنا وما بنشغلش، ما ينفعش أنت بتكلم أولادك تقعد تلعب في الموبايل وتقول له قول قول وكأن هو ده المقدار اللي هو بيستحقه طفل صغير ولا ده المقدار اللي مستحقه واحد مراهق وبقيت التركيز دوت مفيش ما مانع، يبقى هو والمراهق هو والموبايل ياخدوا الاهتمام بتاعك، ما يصحش. على فكرة قد يكون دوت من من مساوئ الأخلاق. ابنك زيه زي أي حد. لازم تحترمه. على فكرة ابنك داخل في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ده مكرم. طريقة تعاملك معه بهذا بهذه التفاهة قد توقعك في الحرمة. إن أنت بتنتقص من بني آدم، لا يسخر قوم من قوم. ابنك ده ممكن يكون أحسن منك أحسن منك عند الله فما ينفعش تسخر منه وما ينفعش تتعامل معاه بهذا الازدراء ولا بهذا عدم الاهتمام. تاني حاجة لازم نتفهم أولادنا يعني إيه؟ شوف فاهم أهو نفهمهم زي ما هم بيتكلموا مش زي ما إحنا خاوفين خايفين إن هم يتكلموا. يبقى أول حاجة نفهمهم، تاني حاجة نتفهمهم ندور على أسباب ودوافع كلامهم ونعرف مشاعرهم. أنا أعرف ناس كتيرة لغاية دلوقتي ما يعرفوش إيه هو جيل زي. مش عارفين الجيل الجديد بتاعنا ده ولا عارفين بيفكروا إزاي ولا عارفين إن كل حاجة عندهم نسبية ولا عارفين إن هما بيتعرضوا لمخاطر إيه. تالت حاجة إحنا لازم نتفاهم يبقى أنا فهمته زي ما هو إتكلم وتفهمت دوافعه وتفهمت التغيرات اللي في نفسه وبعدين نتفاهم إذا إختلفنا نقعد لغاية ما نوصل لحاجة مشتركة نقدر نعملها. خلي بالكم اولادكم لما بيكونوا قافلين على نفسهم وقاعدين في الاوضه ما بيكونوش فاضيين وما بيعملوش حاجه، لا عندهم حاجات كتيره جدا جدا بس هم خايفين ييجوا يكلموني احنا بقى عندنا مواطن مهمه جدا في التفاهم محتاجين نناب... ننتبه اليها، مواطن الاخطاء احذر لما يجي لك ابنك وهو غلطان ان هو يجي يكلمك عن غلط عمله تبكته وتقول له انت جاي عشان انا اساعدك وانت غلطان فتيأسه. خلي بالك مواطن المشكلات ما يجيلكش وهو واقع في مشكله وبيمر بمشكله وتفضل تلومه وتفضل تعجزه وتفضل تقول له انت مش هتقدر تعمل حاجه، ما ينفعش. الموطن الثالث اللي احنا لازم نهتم بيه موطن مهم جدا مواطن الاختلاف، مواطن الاختلاف لما اختلف مع ابني لازم اكون رفيق، شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ازاي بيتعامل مع المختلفين ليه وازاي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع حتى المتجرئين عليه يبقى احنا لازم نراعي ده كويس جدا 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 في شوية إجراءات أول إجراء لازم نعمله عشان نقدر نعمل ده لازم نخصص وقت خاص لأولادنا كل أسبوع نتكلم معهم ونختار لهم الوقت ده والوقت ده وتكون مهتمين بيه لازم لما نتناقش مع أولادنا في موضوع دي تاني إجراء أثني على أفكارهم وابني عليها مش أعتبر أن الكلام كله لازم يكون من عندي لازم اختار مهارة يتعلمها اتعلمها عشان ابقى شاطر في التعامل مع اولادي في تبادل الافكار. لازم نعمل كده عشان نقدر نتعامل مع اولادنا والمهارة دي مهم جدا اتعلمها عشان اقدر اتبادل المعرفة مع اولادي. بعد الفاصل هنكمل كلامنا شوية عن تفاهمنا مع اولادنا وكمان في انتظار اسئلتكم المباركة عشان نجيب عليها ويستمر مجلس العلم بانوار اسئلتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة على الدوام وتفضل أسئلتكم ماليه مجلس العلم بالنور والبركة والفضل والنعمة وقبل ما نروح لأسئلتكم على طول ونسمع أول سؤال عندنا بنذكركم إن إحنا قلنا لكم شوية إجراءات تساعدنا مهمة تساعدنا جدا 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 في رحلتنا للتفاهم مع أولادنا ليه بنأكد عليها؟ لأن كتير مننا محتاجين هذه الإجراءات عشان نقدر نتعامل بيها بشكل واضح مع أولادنا عشان تبقى عبارة عن دعم لينا عشان نقدر نوصل لدعم أولادنا والتفاهم معهم. أول إجراء لازم نخصص وقت لأولادنا نتكلم فيه ونتحاور ويبقى دوت عامل بالظبط زي الأوقات زي الأوقات المهمة في حياتنا. أوقات مش ممكن أبداً نتهاون فيها ولا نتساعى، لأ لازم نخصص وقت لأولادنا ولو يكون ساعة كل أسبوع نتكلم ونتقارب فيها عشان وجهات النظر تتقارب. تاني حاجة لما يكون في حاجة محتاجة إن إحنا نتناقش لازم نتناقش. ولما أولادنا يقولوا أفكار أرجوكم الأفكار الحسنة امدحوها واثنوا عليها وحاولوا تبنوا عليها. ما تبتدوش الافكار من اول وجديد وكان اولادكم ما قالوش حاجه، لكن ابنوا على الافكار اللي قالوها اولادنا. ثالث حاجه وده شيء مهم جدا 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 بعد ما نتناقش يبقى نخصص لهم وقت ونتناقش معاهم كمان، ثالث اجراء مهم جدا جدا لازم نعمله ان احنا طول الوقت بشكل واضح مع اولادنا، لازم نتعامل بشكل ما اي نوع من انواع الاساءه، لكن يكون في اهتمام بالغ دائما. تعالوا نبتدي مع حضراتكم ونتكلم واحنا كمان محتاجين شويه مهارات عشان نتفاهم مع اولادنا ونوصل لامكانيه تبادل المعرفه والتعامل الرشيد مع اولاد وتعالوا ناخد اول سؤال عندنا من ام مصطفى من القاهره ام مصطفى عليك. اهلا وسهلا ازيك يا ام مصطفى ازيك حضرتك اتفضلي يا فندم بصي شفنا انا عندي مشكلتين مشكلتي ابني كبير يعني ابني مصطفى انا عندي اربع اولاد ولدين وبنتين طيب ربنا يبارك ربنا يبارك فيهم خلص دبلوم بس هو ايه يعني صحاب السوق خلوه اتجه لحاجات كتير وكده هوت ف... وما هو بقاش يسمع كلام والده ولا و... ولا كلامي ولا اي حاجه هو من البدايه والده كان لين معاه طيب ف... والده كان لين معاه يعني والده ما كانش بياخد معاه حد ما هو اللين دوت مش حاجه وحشه قوي يعني اللين دوت حسب يعني ايه اللين مع ابوه كان لين معاه يعني ما كانش قصدك ما كانش بيضربه يعني ما هو ما مع... قال ان لا ما كانش بيضربه وما كانش بيوجهه ما كانش بيعلمه ازاي صح ازاي الغلط ما كانش بيقعد معاه وبيتكلم معاه طيب وعليه وعليه هو دلوقتي انا يعني يعتبر هو المفروض ان هو دلوقتي خش الجيش مش عارفه اوديه الجيش بسبب ان هو صحابه ودوه لحاجات كتير وادوه لغايه ما هو بقى يمد ايده على حد البيت وياخدها يبيعها وبقى وادوه له شرب وادوه حاجات بقى انا مش عارفه امنعها منه مش عارفه اعمل ايه يعني هو بيتعاطى يعني هو بيتعاطى اه طيب يعني هو حاجات بيتعاطى حاجات بس حاجات خفيفه يعني طب سؤال حضرتك فين يا يعني يعني سؤال حضرتك, أنا أنا يعني حضرتك فين؟ انا عندي مشكله مع والده بسببه كده هو والده سايب لنا البيت وماشي كان عايز يطرده من البيت وانا ما رضيتش اخليه يطرده من البيت وكده هو سايب لنا البيت وماشي بقى 20 يوم السؤال فين يا ام مصطفى؟ السؤال انا مش عارفه اوجه ابني ده ازاي؟ مش عارفه اعمل معاه ايه؟ طيب أنت بتساليني تتعاملي ازاي مع مصطفى او تتعاملي ازاي مع ابنك؟ مع ابنك اللي هو دلوقتي في هذه الحال وهو بعيد عنك في اوقات طويله دلوقتي عشان في الجيش، أنت هتتعاملي معاه ازاي عشان تقدري تتخلصي من مساله التعاطي ومساله سوء الخلق اللي بيتعامل معاكم بيها، صح؟ تعالي اقول لك اقول لك شويه حاجات يا ام مصطفى. اول حاجة يا مصطفى عشان بس المسألة تبقى واضحة الابن لما بيصل الى هذه الحال لا يمكن نمارس معاه اي شكل من اشكال السلطة اي سلطة هتمارسيها معاه هو هيقابلك بيها بتمرد وهيقابلك بيها بنوع من انواع العصبية ونوع من انواع سوء الخلق طب اذا كنا عايزين نحافظ عليه ايه اللي احنا ممكن نتعامل بيه معاه اول حاجة احنا لازم ببساطة خالص نخليه يحب القعاد في البيت معانا شوية فنعمل ايه؟ نبتدي نتكلم معاه لان هو اكيد لما لجأ الى اصحاب السوق كان سببه ان احنا في الحقيقة أصدرنا عليه احكام الاحكام دي خليته يحس ان انتوا وكأنكم لفظينه وكأنكم مش حابينه فإيه اللي حاصل فوقعنا المخالفة اللي الرسول لا نهى الراجل عنها لما قال لا تكن عونا للشيطان على اخيك هو الراجل كان عامل معصيه ده ما لسه مجلود بس حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده في كتيرة بنعمل كده مع اولادنا بنكون عونا للشيطان عليهم فنعمل ايه تعالوا نكون عونا لهم على انفسهم نعمل ايه نبتدي نفهمهم ان هم اولادنا اول حاجه ان هم اولادنا على كل حال بنحبهم على كل حال ونقول لهم بشكل واضح احنا يعني بنكره الافعال ما بنكرهكمش وتعالوا مع بعض احنا الاتنين نتحالف عشان نتخلص من الفعل ده، بس انت هتبقى ابني على كل حال. انا مش 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 هستعر منك، مش هسخر منك، مش هسيبك. انا معاك بس الفعل ده مش انت. وعلى فكره احنا هنلجا الى الله سبحانه وتعالى وربنا هيعيننا مهما كان ده وربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى مفيش حاجه تقف قصاده. التلات معاني دول كل يوم اثر كبير جدا لو تعملت بيهم. اول حاجه انت ابننا مش ممكن نفرط فيك في فرق كبير ما بين سلوكك السيء وانت واحنا هنكون عونا ليك على سلوكك السيء ده وربنا معانا ومش هيسيبنا وهنخرج كلنا من الكبوة دي التلات معاني دي معاني مهمة جدا 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 في علاج هذه الأزمات وإن شاء الله يكتب الخير أستاذة هبة تتفضل أستاذة هبة ألو <applause> السلام عليكم ازيك يا استاذه هيبه اتفضلي السلام عليكم ازي حضرتك نعمه وفضل الحمد لله هو حضرتك انا السؤال بس مش بز... يعني عندي سؤالين مش بخصوص الحلقه يعني اتفضلي سامع حضرتك انا حضرتك عندي اخويا الكبير انا لسه والدي متوفى من شهر 6 اللي فات نعم يعني شهر 6 الجاي ده ان شاء الله اللي احنا في ده تم سنه الله يرحمه يا رب يا رب حضرتك دلوقتي انا من ساعتها انا برضه والدتي متوفيه وعندي اخين اخ اخويا الكبير هو اللي مستولي على الشقه ومن يعني انا واخويا الثاني ندخل الشقه وهو قاعد هو ومراته وده شقه الشقه دي كانت شقه ورثه يعني هي شقه والدي اه شقه والدك هي دي شقه ايجار ولا شقه ولا شقه ايجار شاعت ايجار بس الحلقه قديم ايجار قديم الايجار القديم ده <applause> سؤال العقد كان باسم والدك وهو كان عايش مع والدك في ال... في ال... قبل ما يموت لا 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 لا.. لا ال... ال... امال هو قاعد استني بس يا ح... استني بس يا استاذه هبه امال هو قاعد في الشقه ازاي؟ هو دلوقتي حضرتك قاعد ومانع اي حد من ساعه ما والدي توفى وهو اللي بيدفع كل حاجه في الشقه واحنا كل ما نيجي ننزل ونعمل معانا مشكله يا استاذه هبه معلش بعد اذن حضرتك حضرتك بتقولي هو مستولي على الشقه وقاعد في الشقه ايوه هو ده معنى كده ان هو كان قاعد في الشقه دي قبل ما والدك يتوفى لا 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 خالص ما قعدش معاه ولا سنه حتى في البيت معاه لا قعد قعد معانا فتره واتجوز وكل واحد ليه بيته طيب يعني ما فيش حد قعد سنه مع والدك في الشقه قبل ما يتوفى لا حضرتك طيب كملي يا فندم بس فمن ساعتها انا يعني حضرتك مش عارفين نقعد حتى انا آه انا يعني اخويا التاني عامل مشاكل وعامل معاه مشاكل فانا كبنت انا مش عارف اخش الشقه وكل اللي حواليا يقول لي ده من حقه هو الكبير وفي الشقه ده من حقه وتصلح هو فهل فعلا ده صح ولا انا لا لا خليني بس اقول لحضرتك الاصل في الايجارات إذا كانت الإيجارات العادية إن الإيجار بينتهي بوفاة المؤجر أما وإن إحنا عندنا العقود طويلة فتستمر العقد وينتقل, وينتقل عقد الإيجارة بالاتفاق مع المؤجر مع اتفاق مع صاحب الشقة اللي احنا مأجرين بالاتفاق مع صاحب الشقة ان ننتقل الإيجار إلى اللي عاش سنة كاملة مع من الفروع يعني من الدرجة الأولى مع ذلك الشخص من الفروع اللي هو أولاده يعني مع الشخص دوت سنة قبل الوفاة فإذا كان ده هو ده اللي حصل يبقى هو مستحق للشقة إذا ما كانش يبقى إحنا هنشوف كيف سنتفق مع المؤجر عشان الشقة دي تكون من حق مين نعم معانا الأستاذ محمود من الأليوبية أستاذ محمود أستاذ محمود أهلا وسهلا يا فندم أهلا وسهلا بحضرتك اتفضل يا أستاذ محمود ازيك يا حضرتك مولانا نعم وفضل الحمد لله عندي سنة يا مولانا كده بعد إذن حضرتك اتفضل يا غالي أه حضرتك أنا معايا في حسابي مبلغ وزوجتي مبلغ طيب خصوص الذكر المبلغ زوجتي هو اللي بلغ حد النصاب ومبلغي انا صغير هل اطلع انا ازك على المبلغ ككل ولا على المبلغ اللي هو يبلغ النصاب لا على مبلغ زوجتك بس زوجتك هي اللي هتطلع عليه يعني ايه زوجتك اللي هتطلع عليه يعني دلوقتي زوجتك الفلوس اللي معاها بلغت 85 جرام ذهب 85 ما يساوي 85 جرام ذهب فهي اللي بلغ عندها النصاب بلغ عندها النصاب وحال عليه الحول هتطلع الزكاه عليه. اما حضرتك اذا ما كانش ليه؟ لان كل واحد ليه ذمه ماليه مستقله. زوجتك ليها ذمه ماليه مستقله وانت ليك ذمه ماليه مستقله، حتى لو كنتوا بتعيشوا عيشه واحده. حتى لو كانت هي بتساعد في البيت، حتى لو انت كنت بتديها فلوس، حتى بدل الفلوس دي في حسابها باسمها فهي ليها ذمه ماليه مستقله، يبقى اللي هيبلغ ماله النصاب يطلع عليه زكاه. مش هنجمع المالين على بعض لا مش هنجمع المالين على بعض خالص الا اذا كان المالين مجموعين مع بعض في شركه لا دول مش المالين مش مجموعين في على بعض مش في شركه ومش بنشتغل في التجاره خلاص كل مال هيبقى لوحده ويبقى المال دوت ماله كل مال هيخرج عليه زكاه فهي هيخرج علي مال... هيخرج الزكاه على مالها اللي بلغ النصاب لكن مش هيخرج على مالك انت نعم معانا الاستاذ احمد من الاليوبيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل الاحترام والتقدير لحضراتكم شخصكم الكريم والسادة وفض... و المحترمين رفاق حضرتك من فريق العمل واحترام لحضراتكم واحترام حضراتكم اتفضل يا و... أستاذ أحمد مع حضراتكم أحمد عروق من غرب شبرا الخيمة أحيا حياة زوجية سعيدة مع زوجتي وأولادي طب. ربنا يديم عليك يا سيدي وان شاء الله ربنا يديم على كل الناس حياتهم الزوجيه طفح. وصلاح الحال يا رب. اللهم امين يا بخاف رب. بخاف عليك بخاف عليكم تتحسوا. شكرا جزيلا هذا هذا الاسره هي الخليه الاولى للمجتمع ومع <applause> ان هناك اسره مترابطه فالمجتمع ان شاء الله يكون متراص ومترابط باذن الله. ان شاء الله. ولكن والدي يرى غير ذلك و... وياخذ موقف صعب جدا من زوجتي. طيب. ويصمم على أن أنفصل أو أطلقه. طيب. وأنا أرى غير ذلك. فهذا خلاف بيني وبين والدي، فإذا ما لم أنفذ له أمره، هل أكون له عاق؟ أجاوب على حضرتك على طول يا طيب. أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، لا ما تنفذش كلام والدك. خالص، ما تنفذش كلام والدك خالص. وهل ده يكون من عقوق الوالدين؟ باتفاق ليس هذا من عقوق الوالدين ليه طيب باتفاق مش من عقوق الوالدين لاني في الحقيقة ان بر الوالدين يكون فيما يخصهما لا فيما يخصك يعني بر الوالدين يكون في اللي بيعود بمصلحة عليهم يكون في خدمتهم يكون في مالهم يكون في حياتهم لكن مش بر الوالدين ليه علاقة بحياتك يعني قال لك طلق فلان ما تطلقهاش قال لك لازم تودي ابنك مدرسة فلانية وإلا أنت ما تبقاش ابني ولا أعرفك ولا حاجة هتروح تعمل اللي في مصلحة ابنك يبقى إذن المسألة أنت مش واجب عليك أن أنت تطيعه في ده لأن دوت ليس من باب بر الوالدين خلاص فما تسمعش كلامه وما تطلقش زوجتك ولا حاجة وإن شاء الله يديم الخير والبركة بينك وبين زوجتك إن شاء الله استاذ هبه رجعت لنا تاني اتفضلي مع بقيه السؤال اتفضلي يا استاذ هبه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله استاذ هبه معلش انا عارفه حضرتك اتفضلي بقول لحضرتك انا السؤال التاني بقى انا عندي اخ اخويا الوسطاني مش الكبير اتفضلي سامعك <applause> الحلقه حضرتك دلوقتي اللي بتتكلم على الاولاد والتربيه انا عندي اخويا بقى برضو اصحاب السوق برضو جروا طريق وحش جدا هو حياته اتدمرت دلوقتي وانا مش عارف اعمل معاه ايه برضه دخل في حوار برضه مخدرات وطلق مراته وعياله اتشردوا ومش عارف اعمل معاه ايه واخويا برضو الكبير شايل ايده من الموضوع مش عايز يساعدني وكل الناس كرهته ووصل لدرجه صعبه قوي طيب يا ستي ف... يا ست هبه نعم بسالك سؤال انت متجوزه ولا مش متجوزه اه متجوزه طيب انت دلوقتي او اخواتك دول اخواتك دول الكبار كبار في السن ولا صغيرين في السن؟ انا صغيره اه كبار طيب يعني هم لهم حياتهم مستقله ايوه بس انا اخويا برضو الوسطاني برضو اتشرد جدا وحياته اتدمرت انا مش بقول لك أنت... اسمعيني بس شويتين ثلاثه اسمعيني بس روقي انا بس هسالك شويه اسئله لا. اخواتك اللي هم اللي هم اكبر منك سن تمام وحياتهم فيها مشكلات م. انا بسال حضرتك سؤال هم دلوقتي هل انتي بتعملي ايه عشان تعيشي معاهم جزء من مشكلاتهم عتعرف انا بسالك ليه لان في بعض الاحيان بيبقى احد جزء اجزاء المشكله ان انتي مش عارفه تحل المشكله لان انتي بتدخلي نفسك كعنصر اساسي كعدو قدامه تمام انتوا لو ما عملتوش كده انتوا اخواتي ولا اعرفكم ان عايزك تدخلي كمساعده ليهم ايوه مش ان انتوا انتوا سوقتوا سمعتنا وانتوا ما اعرفش ايه ما خلاص انت مالكيش دور كده لا يعني معلش انا اسفه هو اللي بيعمل كده اخويا الكبير انا ما بعملش كده خالص انا عايشه معاهم اكن امي موجوده الله يرحمها بعمل كل حاجه اللي اقدر عليها مكان ماما ما هو ده برضو مش دورك. أنت, دورك انت دورك انت دورك بس ان انت تساعديهم وإذا كانوا هم محتاجين يروحوا لطبيب يروحوا لطبيب نفسي إذا عشان يتخلصوا أو يروحوا لصندوق مكافحة المخدرات. أه يعني يعني أنت دورك أن أنت تساعديهم مش أنك أنت تبقي أمهم، أنت مش لا يمكن هتكوني أمهم، ولا يمكن هتقولوا هتقومي بدور أمهم لأن هم أكبر منك فهم مش هيقبلوا أن أنت تقومي بالدور ده معاهم. وخاصة تمام. أن احنا حصل خلاف بينكم بسبب أن هم سلوكهم غير الرشيد. فيبقى انت تعملي ايه؟ عليكي ان انت تنصحيهم وتساعديهم، أقصى تعملي. حاجة ممكن تعمليها، ليه طيب؟ لأن هيجي في دو... في وقت من الأوقات الأو ال ال النماذج طريقة السلوك بتاعت بتاعت اخواتك دي ممكن تستهلك حياتك وتدمر حياتك انت كمان. ما هو ده اللي حاصل فعلاً حضرتك. طب هو أنا ما عارف أهو ما أنا بقول لك قبل ما تعملي ما أنا بقول لك أهو، وعشان كده لازم تعمل إيه؟ هتعملي حاجتين. هتساعديهم بما تستطيعي باعتبارك امراه كمان لان في بعض الاحيان مش هينفع ان هم لو عاملين مشاكل مع ما عاملين مشاكل ولا داخلين في خناقه هتروح انت تروح انت اللي تخلصيها اكيد ما ما ينفعش ده فيبقى انت هتعملي ايه هتعملي حاجتين اول حاجه تنصحيهم وتساعديهم بما قدر ما تستطيعي غير كده مش وعلى فكره في بعض الاحيان لما الواحد بيستمر الحكايه دي ويجد حد بيتفانى فيه بيتفانى فيه يفضل هو يتحول الى ثقب اسود، يبتلع موارد الطرف الاخر ده لانه لا حد يساعده. فعشان كده ما تعمليش كده. ساعدي بما تستطيعي وبما لا يفسد حياتك وانصحي. هذا تمام ما ما, ما ما يطلب منك شرعا. لكن تهلكي نفسك من اجل اشياء قد تنصلح وقد لا تنصلح ليس عليك ده. وعليك ان انت تكوني رشيدة وتكوني حكيمة في إدارة حياتك يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا على شيء مهم جدا ما اظنش ان ده يكون اخر عهدنا بالكلام عن الموضوع ده احنا وبنبني اولادنا واحنا بنساعدهم مش ممكن بس نتكلم مرة واحدة بس على التفاهم بينا وبينهم احنا النهاردة اتكلمنا وتكلمنا ازاي نحاول نتفاهم نتفاهم مع اولادنا وتكلمنا على الفهم ليهم والتفهم والتفاهم وتكلمنا عن شوية إجراءات إن إحنا نخصص لهم وقت نتكلم فيه معاهم وفي نفس الوقت نتوقف عن إطلاق الأحكام وفي نفس الوقت نقوم بمساعدتهم وكمان نختار مهارة ممكن نتعلمها عشان نقدر نشارك أولادنا ونتعامل معاهم ونشاطرهم ونشاركهم الحوار بتاعهم بطريقة فعالة وإن إحنا لما نسمع آرائهم نبني عليها ما نكسرهمش وما, ن... وما نتفهش كلامهم لأن دوت نوع من أنواع بس الثقة فيهم وكمان مشاركتهم ده جزء من الرعاية اللي أمرنا بيها حضرة النبي لما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها تعالوا نرعى أولادنا بأن احنا نتفاهم معهم ونعملهم بالحسنة ونقترب منهم لأن أولادنا على فكرة الباب الأكبر اللي بيدخلوا بيه على العالم هو إحنا أرجوكم ما تكسروش الباب اللي ممكن يدخلوا بيه على عالم السعادة وتخلوهم يدخلوا على عالم الشقاء وعالم التعاسة لما يلاقوا بابكم مقفول بعدم التفاهم وبالخرس وبالبعد عنهم وبازدراءهم وبالإنقاص منهم افتحوا الأبواب افتحوا دانكم وافتحوا قلوبكم وافتحوا عيونكم عشان أولادكم يشوفوا فيها قد إيه قلوبكم مليانة بالحب ليهم والحنان عليهم ساعتها أولادكم هياخدوا بايديكم وانتوا هتاخدوا بايديهم عشان تعيشوا انتوا الاتنين في عالم السعاده اللي فتحه ربنا سبحانه وتعالى لما جعل البيوت مفروشه وجعل بينكم موده ورحمه يا رب اجعلنا دايما من الرحماء والاهل الود باولادنا عشان ندخل سيجعل لهم الرحمن ودا يا رب اجعل لنا ود بان احنا نكون من اهل الود والرحمه باولادنا نفهمهم ويفهمونا واحنا الاتنين نبني مع بعض مستقبل اجمل ومستقبل موصول بمددك وبرحمتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين اجعلنا دائما من الودودين الذين يدخلون في ودك يا رب العالمين